رجال أكتوبر. العميد حمدي شلبي بطل معركة كمين رمانة. بقيادة العميد حمدي شلبي نجحت سرية من الكتيبة 183 صاعقة في تعطيل تقدم فرقة مدرعة كاملة للعدو، كانت في طريقها لتدمير كباري عبور قواتنا المسلحة إلى سيناء. تم إبرار أفراد السرية خلف خطوط العدو على محور العريش رمانة، واعتمدت خطة العميد حمدي على نصب كمين للفرقة 162 احتياطي مدرع بالسماح بمرور الكتيبة الأولى دون إطلاق نار، حتى اطمأنت باقي قوات الفرقة الإسرائيلية ووقعت في الفخ. وفي الوقت المناسب فتحت السرية نيرانها المضادة للدبابات وأفقدت العدو السيطرة على قواته وكبدته خسائر فادحة. وفي اليوم الثاني للمعركة حاول العدو إبرار قوات كوماندوز خلف سرية الصاعقة، فتصدت لهم قواتنا بقوة وأجبرتهم على التراجع. ومع لجوء العدو لتنفيذ هجوم مضاد بقوات مدرعة من الخلف، اضطر الأبطال إلى الانتقال لموقع جديد لإفشال خطة حصارهم. كانت مهمة السرية تعطيل احتياطي العدو لمدة 6 ساعات فقط، لكن أبطال الصاعقة نفذوا المهمة لمدة 48 ساعة. وبلغ نجاح المهمة أن اضطر العدو لوقف تدفق مدرعاته عبر ذلك المحور خوفاً من تكرار كمائن الصاعقة المصرية. واستحق العميد حمدي شلبي نجمة الشرف العسكرية تقديراً لمهارته في قيادة أبطال الصاعقة بالتسليح الخفيف وتنفيذ مهمة صعبة تعد مثال حي على روح أكتوبر التي رسخت لمبدأ السلاح بالرجال وليس الرجال بالسلاح.